على سلامتك. اهلا 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 بابا بخير مالك شبخير؟ واش تعطل شي اليوم مصطفى؟ راك عارف راك عارف تري طلع معايا باش نوصل 15 يوم ما شتك وين مني الشك انا عارف فما نجي لقاك بزاف تشك شي لعيبه زعما اش زاد اش زاد كتزيد زيد شوفي راني اصلا دويت مع الوليد على قبلك الريك جا من اكادير الله يعمرها دار وهادي هو اصلا عنده معنا ناس ديال اكادير مزيان قال لي هذوك الناس الله يعمرها دار يعني انا ناوي كل الزواج ما قدرتش تخرج ليا هادشي علاش حد كنقول شي حاجه من قلبي نصحني ترى شكون يقول عبدو غيقول ان شاء الله غيكون خير ان شاء الله الله ياجلك الخير ان شاء الله ايوا سمحي لي بزاف حيت كنعذبك معايا كتجي من اكادير لهنا والتران راك عارف عندنا النقل في المغرب لا علاقه راه العذاب وصافي راك عارف راه واخا هذاك العيا كله ملي كتجي تشوف شي انسان عزيز عليك راه كله كيمشي ربي يحفظك ليه والله دابا فهمت عندك من الدور واه علاش ميشي اليوم؟ اين الشمس اليوم الكاظم؟ وراك عارف عبدو فما كنبغي نجي راه ماما عارفه كل شيء وراك عزيزه لها من ناحيه داكشي اللي كنعاود لها راه اصلا 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 عيطت لي في التليفون قالت لي راه يجي عندك ملي كان تليفوني طافي وقيلا خافت لك المهم انا راه غادي نعرفك على الوالد راه كيما في الدبي ياك وفهمت باش الوالد يشوف حد الوالد الله يرحمه راك عارف اخبارك كل شيء وان شاء الله راه يكون خير ان شاء الله ان شاء الله يا ان شاء الله يا يجيك والو دخولو تعطل تخلي تما خاطر شي حاجه طايح الجوع تكون جنابك الجوع ترى تمشيش للبلان ديال عبدو لا راه هو جاي عندنا غتفرج البلان غتسمع على ودنك غتيجي قلت لي اصاحبي واش ديما مدمدم فيكم تيجي يا صاحبي شنو مالو كيما انا ما عرفتش والو اصاحبي تيجي يا صاحبي غتسمع تكون عاود ديك الزهر ديال الاكاديريه تجوج شي اكاديريه تجوج الاكاديريه عاوتاني تخلى هنا ومشى ليا ما فهمتش تدخل هنا خي عبره والله تغير تطيب سير جيب هذا كرسي وجيب غير سير جيب كرسي شكلها سير جيب كرسي تزرفش عليا سير جيب كرسي وجيب اه هو مريح كيفاش بلانك اكادير اكادير تقول لي انا كل حاجه ما كتزقلوها اش خطو اخباري والو ديما تعاودوا تسمعوا تعاودوا تسمعوا واخا كيجي باش يكون مشكل انا غنعاود لك الكوتشي نضرب راسي خلني راه تجي المهم سيدي تعرفت على واحد السيده دابا شي عامين تقريبا نتلاقاو ان شاء الله نويت نخطبها ودويت مع الوالد ياك حال فمك تسمى باغي تعرف سخوف ضروري الله يسر لكم جنتو امين المهم ان شاء الله غنمشي عند الدار وعندو برا عند الوالد غيشوفها ان شاء الله العرس غنديرو السبت الجاي ان شاء الله وبلاتي كباك ديما كانش ننزل لاكادير غير هو اللي دبر لك لا ما دبرش لي داك الشيء قدر الله ما دبر لي مو داك الشيء قدر الله خلي جيب لك كازا كامل نمشي شتي لاكادير قدر الله اخو اش غندير وهي غتكون شي تيتيز جاك من الاخر هو ولكن الدار على تاكاد مشي عاودوا ليا شوف شوف سفير هذيك راه تولي الدوشة ديالي راه حنا كندويو برا صاحب جمع الكر شتي مولي تجمع الكر كنا 10 دابا كر كر يا جا 10 من دابا راه ولا غنتزوج دابا جمع الكر صاي مين لي راه برجال عفريت عفريت كبر المهم انا خليت من الدراري الوقت ما نعرفش نعرض عليك السلام عليكم كيف حالك؟ لاباس عليك الوالد؟ لاباس هاد الدخلة ديالك أولدي ما عجبانيش
اش نقول لك الوالد، عندي شي حوايج بغيت نقولهم لك وحشمت منهم. قول 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 اولدي، ما تحشمش قول. ما عرفش باش غنبدا لك والله حيت قول 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 مين ما بديتي قول. كنحشم منك وانت عارف. لا ما تحشم والو، ما تحشم والو. اقول اقول اولدي داك الشيء عندك انت، واش تتخبي عليا؟ واش نقول لك الوالد، انت راك عزيز عليا وانت اللي عندي. وراك عارف كنت كتقول لي ما كرهناكش الزواج والو، لقيت واحد من الناس. عرفتك على بلادي، علاش ما باغي تدوي؟ عرفتك. لقيت واحد من الناس. قول قول قول. واحد من الناس الله يعمرها دار وتفاهمنا انا وياها، وبقيت غنقول لك انت فهمتي. راك عارف واش ايوا فين ساكنه هاد بنت الناس اوليدي؟ فين ساكنه؟ ساكنه في اكادير الوالد. اكادير ايوا الناس ديال اكادير، عشنا معاهم ايام ودوزنا معاهم ايام تماك. واش نقول لك الوالد ديالها الا بغي غنجيب الدار ياك وبغيتك تشوفها هي، قلت له خصني نشوف باك وهادي، وهي قالت لها راه الوالده الله يرحمها وانت اللي بقيتي عندي، قالت لي ضروري خصك تشوف باك، يعني خاصك تستقبل واحد استقبال وما تحشمنيش. ان شاء الله ان شاء الله وليدي يكون خير، يكون خير ان شاء الله. طب الله يحفظك ليا الوالد، شكرا بزاف. الله يرضيك، الله يرضيك، الله يرضيك، الله يرضيك. ايوا وليدي كبار تبارك الله. فين؟ تاليك بخير الحمد لله. والو ما كتقتي لي بكري؟ انا مشقى انت اللي كتقودي تشقي لي انا. ايوا ملي فقتي فقتي ديك الساعه بكري على الاقل فيقيني، خليني نلبس نتقاد، باقي اختي لصق الشعر غدا الكازا. حالتك فايبه حشمة. مالك كيف كتعرف تكون فايقتيني؟ وشتي دابا بلاتي بعدا، وشتي غتبقاي ديما تمشي عندو الكازا؟ منك مركوب منك طرونس. لا كاين كاين الوالد. نعم ولدي هاني جا هاني. انا راه اجي اجي بغيناك. لا كاين تما نكذب عليك انا، ماشي مريض راه الحلال هذا. مرحبا بك. فيا الخلع. حتى ولدي خلع على الله الوالد، ما نقدرش نوالج الوالد كان حشم من الدوخ. بعد مني بعد شوفي بعد. الوالد. والوالد. وليد هاني جاي هاني. عظامك عظامك عظامك. حالك الوالد؟ راهي هاني. السلام عليكم. مرحبا مرحبا بنتي، مرحبا. المهم الوالد هذه البنت اللي عرفتك عليها، اللي قلت لك عليها شحال هذه. ايوا مرحبا بها ولدي، مرحبا بها. هو هي قدامك يعني. ايوا عرفنا بها، عرفنا عرفنا و ايوا مرحبا بك بنتي، مرحبا بك. هو زي وجهك نشوفوك ونعرفوك بنتي، ما تحشمي والو. ما تقولش لي ما تفهمش غلط، ما تقولش لي فهمتني الوالد كيفاش. واش هادي بنتك؟
شرح ليه بشنو تشرح ليه، انا ما فاهم والو، شرح ليا. لا انا اللي ما فاهم والو، انا ما عارفش عندي خويا ولا ما عارفش شنو هو. انا عمرو قال لي عندك اختك، شوف اختك اش غدير لك بالغلط مع الله سبحانه وتعالى، وانت هو السبب اش غتجوز اختي من لحمي ودمي. شوف الولي نقول لك واحد جوج كلمات، اسمعني مزيان الاول، اسمعني اسمعني، بغيت تقول لي بغيت شويه حقيقه ياك، غادي نمشي لاكادير وغادي نعرف كل شيء على الشيء اللي درتي. كيف صرح لك اولدي اش غدير اكبر غلطه مع الله سبحانه وتعالى. بعد مني يلا خشي مشي وين، يلا خشي وريني مع الله. بعد مني طلع مني طلع مني طلع مني زين، شرح لكم اولادي.